بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الثانية، نكمل إن شاء الله وياكم محاضرات الأبدومين. اليوم راح ناخذ الأبدومين 8 talking about the accessory organs of the abdomen. أخذنا قسم من عدة بالمحاضرة السابقة، واليوم راح ناخذ القسم الآخر اللي يشمل السبلين والأدرينال جلانز والكيدنيز والميزنتريك. ناخذ السبلين. أول شيء location of the سبلين بالأبر ليفت أبدومن. هذا التقسيم يشمل التقسيم الرباعي اللي هو الأناتوميكال، اللي عندنا الرايت والليفت أبر والرايت والليفت لور. السيرجيكال اللي هو الناير ريجن، هذا يكون أدق إذا ريد يقول على اللوكيشن أوف ذا سبلين بالليفت هايبوكوندريال ريجن. هنا أنا يقول لا، على التقسيم الأناتوميكال هو أبر ليفت. Roughly size of a clenched fist، يعني يحب السايز مالته أو الحجم بقبضة اليد. كل واحد من يقبض إيده قبضة اليد هي هذه تمثل size of the سبلين. كفانكشن بالنسبة للسبلين بالأدلت، هنا تكون blood filter. يعني شنو معنى هذه؟ removing the old red blood cells. نعرف إحنا red blood cells إلها فد سايد أو فد أيج معين اللي هو 4 أشهر 120 يوم. وراها هاي الأولد RBC وين راح تنتهي؟ تروح إلى السبلين، يصير بها سيكوستريشن، شون يعصرها مثل العصارة ويأخذ من عندها الهيموغلوبين ويأخذ من عندها الفيريتين وتنتهي. فعبارة عن removing the old red blood cells. أيضا إلى فدرول بالإميونيتي، والإميونيتي إن شاء الله تأخذون النوعين سيل ميدييتد وهيومرال. سيل ميدييتد هي السيل نفسها اللي تحارب الفيروس أو تحارب البكتيريا فيس تو فيس، لكن الهيومرال هي تقعد وتنطي أنتيباديز، سمونا الهيومرال إميونيتي. فهنا السبلين إلى دور بالإميونيتي in both types. What is the anatomical position of the سبلين؟ إحنا ذكرنا هنا upper left quadrant قبل شوية ذكرناها. Under cover of the diaphragm and the rib cage. So, هاي مهمة عندنا. Cannot normally palpated on a clinical examination. Only in case of enlargement نقدر نسوي له palpation، نتحسس يطلع للأبدومن. لكن هو normally صاير under cover diaphragm والثوراسيك cage، فما نقدر normally نسوي له palpation. كنوع بالنسبة للسبرين intraperitoneal organ. يعني شنو معناها؟ entirely surrounded by peritoneum، ما عدا السبلينك هايلم الفتحة اللي تدخل من عندها blood vessels والنيرز، داخل السبلين تكون without peritoneum. بعدنا بالposition of the سبلين، هنا connected to the stomach and kidney by parts of the greater omentum. وإحنا نعرف هنا على greater omentum هو double fold of peritoneum originated from stomach. زين، شنو الليجمنتس اللي موجودة عندنا بالسبلين؟ gastrosplenic، هذا أول واحد gastrosplenic، يكون anterior إلى السبلينك هايلم. طبعا هذا هو مكان الهايلم رايح للبنكرياس، فيصير anterior إلى الهايلم وراح يسوي connection between السبلين والgreater curvature of the stomach. النوع الثاني اللي هو يسمونه سبلين ورينال ليجمنت، يكون بوستيرير الى الهايلم، هذا هنا مكان الهايلم، هذا بوستيرير له، ويسوي كونكشن بين الهايلم اوف ذا سبلين والليفت كيدني. زين، السبلينك فيزلز والتيل اوف ذا بنكرياس لاي وذين ذس ليجمنت. شوف هنا راح تكون على السبلين ورينال ليجمنت. Between these two ligaments is lesser sac. بينهن ذن التو ليجمنتس هنا راح يكون سبيس اللي هو يمثل اللسر ساك. لاحظون هنا blood vessels كلها رايحة باتجاه الهايلم ويا التيل اوف ذا بنكرياس. What is the structure of the spleen? Oval shape، تقريبا شكل بيضوي. Covered by capsule، يكون weak، سوي protection الأورجان. وبنفس الوقت ليش ويك؟ على مود allowing it to expand in size، يكبر بالحجم. شنية
البوردرز اللي موجودة عندي anterior وعندي superior وعندي posterior medial وعندي inferior borders. البوستيرور ميديال والانفيريور تكون سموث، وايل الانتيريور والسوبيريور يكون بي نوتشز. هذا الاشياء اللي تشوفوها هنا هاي يسموها نوتشز تلمات. زين ان كيس اوف سبلينوميغال، سبلينوميغال يعني معناها لازمت اوف ذا سبلين. السوبيريور بوردر موفز انفيريور ميديالي اند اتس نوتش can be palpated. قلنا احنا normally السبلين cannot be palpated in only in case of enlargement. فهنا من يصير عندنا سبلين اوميغالي السوبيريور بوردرز هنا راح تنزل inferior medial اتجاه الابدومن وياها النوتشز اللي موجوده به، فراح يكون هنا السبلين palpated. بعدنا بالستركتشر اوف ذا سبلين، يقول لك الاوتر سيرفيس اوف ذا سبلين كان بي اناتوميكالي ديفايدد انتو تو. هنا السيرفيسز مال السبلين عندنا تو سيرفيسز، واحد دايفراماتيك باتجاه الدايفرام والريب كيج، والثاني اللي هو الفيزرال اللي يكون كونتاكت وذ ذا ابدومينال ستركتشرز او الفيزرا. What is the relation of the spleen؟ relations هنا يعني قصد structures اللي تكون in close proximity الى السبلين. فهنا خلينا نشوف شنو عندنا بالنسبة الى relations of the سبلين. anteriorly راح تكون الستومك، posteriorly الدايفرام والليفت لانج والريبز اللي من ال 9 الى ال 11. inferiorly راح يكون السبلينيك بلكتشر، وميديالي راح تكون الليفت كيدني والتيل اوف ذا بنكرياس. اوكي زين ننتقل الى البلد سبلاي اوف ذا سبلين. هنا أنا طبعا يكون هايلي فاسكولار اورجن، وهذا له فد صله بالفانكشن مالته اللي هو قلنا ريموفينج الاولد بلاد سيلز، فلازم يكون هايلي فاسكولار. اكثر شيء عندنا البلد سبلاي هو السبلينيك ارتري اللي قلنا يطلع من السيلياك ترانك ويمشي لاترالي وين على سوبيريور اسبكت اوف ذا بنكرياس within السبلينورينال ليجامنت. من يوصل الى السبلين هنا راح يعطيني 5 برانشز، كل واحد من عندهن supplying different part of the organ، وهاي راح تفيدنا هسه بعدين اقول لكم ليش. هذه البرانشز الفايف اللي تقسمت على السبلين هنا راح تعطي كل بارت يسمونه vascular segments of the سبلين، يعني كل جزء من هذا السبلين له في البلد سبلاي خاص به. هذا شو تفيدنا هنا من اقسم هذا السبلين الى segments؟ هنا اقول لك السيرجن can remove one of these segments without affecting the other، اللي هي عملية يسموها subtotal splenectomy. مرات يصير سبلينوميغالي خاصة هاي أمراض الثلاسيميا أمراض الدم الوراثية يصير عندنا enlargement بالسبلين، فنحتاج أنه نسوي removing splenectomy، مو كله نشيله، نقدر نشيل جزء من عنده بحيث ما يأثر على الجزء الآخر. فهاي السيجمنس نقدر نشيل واحدة واثنين وثلاثة، البقية اللي تبقى مالها دخل لنا بلد سبلاي مالتها ايزوليتد. اوكي بالنسبة للفينس درينج هنا ايضا راح يكون عندي سبلينيك فين، واحنا اخذنا سابقا انه سبلينيك فين راح يصير جوينينج ويا السوبيريور ميزنتريك فين يكون لي البورتال فين. What is the innervation of the spleen؟ طبعا هنا visceral organ، اذا راح يكون autonomic nervous system supplying اللي هي celiac plexus، ونعرف ان celiac plexus متكونه من sympathetic وparasympathetic. بالنسبه لللمفاتكس هنا دائما قلنا اللمفاتكس تتبع الفازلز، فهنا راح يسوي فولو للسبلينيك فازلز، والدريننج مالتها راح يكون بنودز مجموعه جروب اوف نودز يسموها بنكرياتيكو سبلينيك لنف نودز اللي هي فاينالي دريننج بالسيلياك نوتس.
ننتقل الآن إلى another organ اللي هو الأدرينال glands sometimes called suprarenal glands تكون paired endocrine glands مجموعة من الإندوكراين سيستم situated over the medial aspect of the upper pools of each kidney right and left شنو وظيفتها secrete steroids and catecholamines hormones directly to the blood directly blood يعني معناها الاندوكراين الاندوكراين يعني ductless without ducts اكو عندنا glands بها duct واكو glands without duct اللي ما بها duct يسموها endocrine secretion ما تروح direct على blood